لا أصعب من انتظار ساعة بدء الحرب إلا انتظار يوم انتهائها، إذ لا تزال مشاهد العنف هي الثابت الوحيد الذي دفع العديد من اليمنيين ترك أماكن أعمالهم والتوجه إلى أماكن أكثر أمناً علها تضمن استمرارهم في الدوران مع عجلة الحياة. لم يتوقف الأمر عند هروب العاملين اليمنيين فحسب، بل أصبح العاملون الأجانب مستهدفون أيضاً من هذه المعارك التي دفعت بالجميع إلى مغادرة الأرض التي سيطر عليها وقع الدمار ومشاهد الاقتتال. منظمة الصحة العالمية قالت إن أكثر من 1200 عامل صحة أجنبي غادروا اليمن منذ بدء النزاع. وقال بيان المنظمة إن الصراع في اليمن له تأثير مدمر على صحة سكان البلاد، حيث شهدت الفترة الماضية عودة لانتشار عدد من الأمراض كالسل وحمى الضنك وسوء التغذية وفقر الدم، فيما النتائج الأولية للوضع الصحي في اليمن تؤكد أن 50% من المرافق الصحية توقفت عن العمل، ولعل واقع المستشفيات في مدينة تعز دليل واضح على آثار الحرب. المخاطر الأمنية كانت الدافع الأبرز لمغادرة العاملين الصحيين والموظفين في المنظمات الإغاثية، حيث ما زال مصير منسقة قسم الحماية في فرع الصليب الأحمر نوران حواس مجهولا وغير معروف منذ اختطافها قبل أكثر من 6 أشهر. إذن هي الحرب التي دفع ثمنها الجميع، ولا يوجد رابح فيها سوى تجارها أو من لا يريدها أن تتوقف.